طبعا ذن الاكلتين شيء عجيب انه خلصنا تقريبا نص ساعة، يعني نص ساعة اثنينات نص ساعة كاملات من البداية للنهاية. يعني اللي عنده شو ما يقول، اللي عنده مثلا عزيمة او شيء يريد يسوي له شغلة سريعة، صدق نص ساعة ذن اثنينات نص ساعة، شو تريدون بعد؟ يعني اسرع اكلتين ممكن واحد يسويه بصراحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا بكل مكان، الله يعطيكم الصحة والعافية. جمعة مباركة عليكم، جمعة مباركة عليك حجية، عليك حبيبي وعلى جميع الناس. السلام عليكم حبايبنا، إن شاء الله تكونون بخير وصحة وعافية دائما يا رب. جمعة سعيدة عليكم إن شاء الله. إن شاء الله يا رب العالمين. حجية شو حنسوي اليوم؟ اليوم راح أسوي كفتة بالطماطة والمعجون، أي راح أسوي قرنابيط بالراشي. قرنابيط بالراشي، إيه. زين يعني فخليكم ويانا ونشوف الحجيش محضرتنا اليوم. نص كيلو لحم مفروم، زين، نص غنم نص بقر، حلو. بس هنا أنا بصل وكرفس، اي كنت بخليه بالمجمدة، يعني فرستيه هذا مخليه جاهز، اي طلعته مواته، زين. هاي هنا أنا خاشوقة صغيرة فلفل أسود، هاي هنا أنا خاشوقة صغيرة سبع بهار، هاي خاشوقة وسط ملح، هاي خاشوقتين معجون طماطم شب كبار، كبار هاي. زين خاشوقتين كبار معجون طماطم، وهاي هنا أنا نص كيلو طماطم. يعني هاي شنو؟ هنا هنا راس قرنابيط، خاشوقة وسط ملح، هنا خاشوقة صغيرة فلفل أسود، هنا لمندوزي خاشوقة صغيرة، هنا مكعب ماجي، هنا نص كوب زيت، هنا كوب راشي، وهنا بصلاية وسط. هسه راح أخلي القرنابيط على النار. هسه هنا راح أخلي الزيت. حتخليني الزيت. كان قرنابيط يشرب زيت. قرنابيط. اي. القرنابيط اخليه على ما يصير على حمار شوية. اي. بخلي عليه البصل واقلبه. اي. بخلي عليه مي حتى يستوي. اي. يعني هسه ذن هيك ياخذ وقتهن لحد ما يحمرن شوية، مو صحيح؟ هيك حدا غطي احسن. خليه مغطي هيك عمود ياخذ الحرارة يعني؟ ياخذ حرارة ويستوي. اي. حجي اخو ما تزعلي لما اتناقش وياك، يعني اقول لك مثلا لما تغطيه هيك عمود يستوي على مود شيء. قبل انا كنت كل شيء تقولين اقول لك صح، هسه شويه يعني واحد قام شويه يعني يعرف بعض الشغلات، فيحب شنو يعني يدهر شويه، يحكي له كلمه منها كلمه منها. اتذكر مثلا واحد من يعني واحد او وحده من المتابعين يقولون مثلا ثلاث سؤال يجي ببالي فاساله، عرفت شلون؟ فانت يعني اهم شيء تخلين خلق شويه طويل شويه، مو صحيح؟ يعني طويلة بال حجية اصلا لا تعصب، انا اصلا احاول انرفزها نفسي في اليوم تتنرفز تتعصب، والله لا تتنرفز ولا تتعصب ولا كل شيء، الحمد لله. لذلك الحج يقول انا رب العالمين رزقني بامك، ليش؟ لانه الحج كلش عصبي ونار، والحجية كلش باردة وهادئة، لا ترد عليه ولا شيء، هو يعصب وهاي وخلص. رهيب الحجي. يطلع ينزل مثل ما يقولون المصريين على ما فيش. على ما فيش. اي هو يظل يعصب يظل يصب، من احنا صغار يعني هو عصبي خلاص، يعني تعرفون انتم بعد شيابنا فكلش عصبيين، الحجيه ما يسمع لها صوت حقيقه يعني. اي فيقول انا ما حد يتحملني غير امك. اي والله. بعد يا حجيه شلون تمشي الامور يا يمه؟ هي تمشي بهالطريقه. أنا عصبية شلون راح تستمر الحياة؟ ما تستمر، صحيح. شفتوا فهالشكل، يعني واحد مثلا لمن شو اسمه لمن واحد يعصب بالبيت الثاني لازم شنو يكون هادئ. بس احنا عندنا هنا عندنا الحج هو كلش عصبي والحجية هادئة، فالحمد لله الأمور ماشية وطيبة. يعني هذا متعود من الشيطان. نعم. الشيطان سبحان الله يصير بوجه الواحد لمن يعصب حتى شكله يتغير. والله صحيح، صدق إيه يعني هيجي سبحان الله الوجه يسود. بس واحد يصير هيك عصبي وعصبي بحرقه يعني، وهاي مرات الله يبعد عنكم وعن العيون، زين عين الناس هم تعرفون وهالشغلات هاي تصير هالامور هاي، فواحد لازم يطول باله. اهم شيء حبايبنا ولا تخلون العصبيه دائما تغلبكم والشر ياخذكم، يعني انا والله همين يعني دائما تعرفين نعصب وعندنا جهال وهاي نعصب وهاي، بس والله خمس دقائق وابرد على السريع، يعني اقول لا يعني لازم شوي واحد يغير الطبع مالته، ما يصير يمشي على نفس العصبيه، لا يعني فخمس دقائق ما طول العصبية، بس اكو ناس لا تطول وياهم العصبية كلش وتضل وياهم ويسوون مشاكل اكثر واكثر، فهنا لازم شنو امتصاص الغضب، يعني الشخص المقابل لازم شو يسوي حجية؟ لازم ما يرد، لازم ما يتنرفز عليه، ما يلاسن، على مود شنو؟ على مود الامور تمشي، يعني زوجك شفتيه عصبي؟ عوفي خليه يعصب له شوية يرتاح ويهدى ويرجع هو يعتذر.
مو صحيح؟ صح. انت معصبه من الجهال، هو لازم همين نفس الحاله يعذرك وكذا ويقول يابا هي هم عندها ضغوط وعندها كل شيء زين، فلازم هو همين يعني شو اسمه ينطي مجال هم للشخص المقابل، فواحد ينطي مجال للثاني الامور تمشي والحياه تمشي. اثنيناتكم تعصبون، اثنيناتكم تتلاسنون، والله ولا تخلص الامور هاي، تظل المشاكل شغاله. وهي نصيحه بس شنو؟ على مود احنا هيك هالشكل تربينا وهالشكل متعودين. فعلى مود يعني تستفادون من هاي الاشياء. وربي يحفظكم ان شاء الله. الله كلهم ما شاء الله عليهم، الله يوفقهم ان شاء الله، ينطيهم ايش ما يريدون. ان شاء الله، ان شاء الله. باذن الله. والله انت حجيه ما تقصرين وهم ما يقصرون همي، انا عارف شلون. انا ادعي لهم، يعني شاهد الله ادعي لهم. ان شاء الله. كل خير ان شاء الله. والله ما تقصرين يا يما، ما تقصرين ابد، ما تقصرين. الحجيه دعوتها ما شاء الله احنا متعودين عليها من احنا صغار ولحد الان لما نطلع، وتدعي لنا بالتوفيق فاحنا متوفقين الحمد لله، دائما تدعي لنا فاحنا متوفقين بهاي الدنيا من وراها ومن ورا الحجيه اكيد خير والبركه زين. وانتم همين ان شاء الله تدعي لكم، وانتم همين دير بالكم على امهاتكم وعلى ابائكم، الله يحفظكم ويحفظ اهاليكم ان شاء الله يا رب العالمين. هسه شنو؟ هسه انا صحن الطباخ. اي على مدينة قشر. زين. أصلاً خلي البصل. هاي نفس الزيت. إي. نحمس البصل. تهنعنا. زين. حليت الطباخ. خلي قرنابيط. قرنابيط. وشي اخلي الفلفل الاسود. بس هاي هنا قرنابيط. نعم. حجيه انا بسال سؤال هالشكل يمكن يجيب بالي او جبال المتابعين، هذا القرنابيط يعني هم يتنقع لو ينغسل لو شنو قبل ما تخليه يعني؟ انا غسلته. غسلتي؟ اي. نقعته بالماي وغسلته. نعم. نشفته. اي. خليته بالطاقة. اه هالشكل. لما يسوونه هيك صفحات يسلقوه. اي. بعدين يقبلوه. زين. هاي حسب ما هو متعود. يعني انا خوش سؤال سالته بهاي الحالة. يعني حجيه غسلته بدون ما تسلقه. زين. زين. بدون ماي. اي. هاي ماي حارة. هسه هاي شو يسموها هي كفتة قرنابيط براشي بالطحينة شنو هي؟ قرنابيط براشي. هي اسمها قرنابيط براشي، يعني مو كفتة هاي. لا لا. ما يسموها كفتة. اي زين. كفتة لازم بيها لحم. اي. بيها لحم اوكي. هسه هاي خلصت نخليها براحتها. نخليها براحتها. هسه نبلش بالكفتة. نبلش بالكفتة يعني. هذا انت ترمتي مو؟ اي. هاي المثرومة الحجية هي تستعملها تجيب اللحم شرح وش اسمه وتثرم على كيفها، نص بقر نص غنم. هنا. إيه. هذا قلنا شو اسمه؟ الترفوس. ترفوس وبصل. إيه. نعم. ترفوس مع دناس يعني اللي يحب أي شيء يسوي. حسب الطعم اللي يحبها. إيه. زين. هنا الملح. إيه. سبع بهار. سبع بهار. فلفل أسود. فلفل أسود. شفتي يا بشلان قمت أتذكر شفتي؟ قمت اتذكر واعرف الاسماء مو عبالي. شوف انا وياك مركز ترى. ايوه. اي مو قلت لك، قلت لها حجي انا لما اجي اصور وياك لازم اكون مركز، اذا ما اكون مركز وهيك ادوخ. طبعا مثل ما قلنا من قبل الحجيه ما تحب تشتغل بالجفوف، واحنا ناكل من ايدها البركه يعني، عرفت شلون؟ فاكو ناس تحب تلبس جفوف، هي مرات تلبس على حسب الشغله يعني اللي تسويها، لكن اكو شغلات ما تسيطر عليها بالجفوف فما تحب شو اسمه، وهي طريقه يعني 40 50 سنه بهالشغل هذا، فلذلك يعني هالموضوع لازم يتوضح يعني، احنا نحب ناكل من ايدها على العموم، نحب من الجفوف. هاي سريعه. هاي سريعه اي نعم. هسه هاي انا ما راح اسويها مثل ذيك المره كباب. اي.
هذه شو مرة سويتها قطع؟ قطع نعم مثل الكباب سويتها. هسه هيك مدها مد. وهاي اذا ما تسويها هيك حجيه مثلا بقى عندك مثلا خلينا نقول هيك كميه هم تقدر تحطيها بالفريز تستعمليها بشيء ثاني؟ ايه ايه ممكن تقليها عروق. تسوي عروق اي اصابع عروق نعم ايه. تقليها هسه كميه كافيه ما تريدي بعد هذا؟ لا هذا اي خلينا نشيله على صفحه العدس. هي على حسب هم مالتكم الطاوه او الجدريه اذا تريد تسوون ايه. اكبر مثلا اصغر اما تصير عادي يعني. ايدك والله ايدك هسه نخلي ملح اي بسم الله الرحمن الرحيم هسه راح نخليها على النار السابع النار وهاي شنو هسه على نار واطيه هذا يعني ناصيه زين هاي هم تغطيها؟ اي بس خليها على نار عاليه اي وجينا نخليها؟ خليها خمس دقائق بعدين اخليها عليها المعجون يلا خمس دقائق بنرجع لك اي ام شو راح نسوي اول شيء؟ هسه راح اخلي المعجون زين هاي ماي حار اي انا ارتب لك المكان ترى اخليه على الكفته على الكفته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله هذا طبعا صار له خمس دقائق على النار اي اي نعم هي ما يكون فيها هوايه مرض اي بصير مثل الكباب عمو ذنبي طماطه اي نص الطباخ جواها على اخر شيء ونخليها ايش قد هاي؟ خليها خمس دقائق خمس دقائق على خمس دقائق من هاي ونرجع لها بس بهالاثناء حجي ايش راح نسوي؟ هسه راح نسوي الراشي هذا الراشي هنا أنا. بسم الله الرحمن الرحيم هاي الملح هاي الليمون دوزي صرح اخلي مي هذا مي تقريبا ربع كوب حاليا ايه ماذا بعد ربع هاي نص كوب شوف شلون احسب انا هو حسب الراشي هم ايه اي اكو راشي ثخين يراد له هواي مي وراشي الخفيف يراد له شويه مي مو صحيح؟ إيه؟ بالضبط حسب هم من الواحد ما يريد ثخنه اي يطلع كوبين مي خليت حلو بس الدراع القرنابيط بس القرنابيط يلا بسم الله شيلي شاية ايه. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توزعي بكل مكان راح اخلي الماجي
هسه الماجي هذا اخر شيء الماجي. هاي قطعة واحدة مو؟ اي اي بس قالب قالب واحد وزعاب كل مكان. نغطيه هذا قبغناه 5 دقائق عيني ونرجع لكم ان شاء الله ويا هاي الاكلتين المميزات. هاي حبايبنا مرت ال5 دقائق خلينا نشوف شنو الترتيب يمه. بس هاي الكفته اي جهزت بسم الله ما شاء الله. شوف رغم اني ما خليت وياها زيت اي بس هي لحم دهين اي صح انت ما خليت زيت وياها. شوف اي هسه راح اطفي جواها هسه راح نشوف القرنبيط والراشي. عشتي ليش؟ ايدك. مية هذا هيك الشكل. هي قلبي حجي اللحم هذا شوف اللحم شلون صاير شكله. لا منها منها. منها اعتيادي هذا. اي تنقلب هي وياك هالشكل هذا الحكي شوف شلون يعني. هذا شنو الاستواء مثل الكباب حتى يصير لفات اي نعم هذا معون ثاني. الحلو بالموضوع انه الاكلتين نص ساعة اي من بدايتها لنهاية لحد هسه نص ساعة بالضبط احنا خلص يعني خلصت الحجية اي يعني فاكلتين مو شوية بنص ساعة واحد اذا مستعجل يريد يسويهن واكلتين مختلفات تقريبا يعني شيء براشي يعني قرنبيط براشي كفته لحم ويا طماطه فتشكيله حلوه. لا قسم يسوونها كفته براشي يعني يصير كفته براشي وكفته بالطماطه والمعجن. اه يعني نفس الكفته يعني اللي هي بدون قرنبيط يعني قصدك يعني كفته اللي هي لحم براشي ولحم بالطماطه. فهمين الشكلين والله حلو. شكلين. كلش حلو. الله يحفظ الصحه والعافيه والله ما قصرت يا حجيه. إن شاء الله يجربونا وينجح وياهم ويأكلونا بألف عافية ويجعلها جمعة رزق وعافية وخير عليهم. إن شاء الله تجربوها وتنجح وياكم تأكلوها بألف عافية وإن شاء الله جمعة مباركة عليكم يعطيكم الصحة والعافية. لا تنسوا الحجية بالاشتراك بالقناة إذا ما مشتركين لايك إذا أمكن سوي شير للفيديو على مود يوصل أكبر عدد الناس ونشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد مع تحياتنا قائد الفريق أمي الحجية وأنا ابنها محمود من أستراليا وفي أمان الله. السلام عليكم. مع السلامة.